ريما كوميديا اجتماعية سعودية بأسلوب السيت كوم فرضت نفسها هذا الموسم ولفتت الأنظار، ويدور هذا العمل حول شخصية ناصر سائق مركبة للتاكسي عبر تطبيق يسمى أوريم، يفرض عليه والده العيش بمفرده ومواجهة الحياة باستقلالية، ومع كل توصيلة هناك حكاية جديدة لركاب من مختلف فئات المجتمع. أنا اللي تعرف أماني أنا وكل شيء أهواه ما يسوى العنا، أشيائي اللي أحبها وبعدها مقوى، وأبويا شايف حلمي ما يسوى يقولي لي مكانتك ما بين كل الناس لعبة. وللمزيد ينضم إلينا الزميل جميل ظاهر، محرر الأخبار الفنية في العربية. صباح الخير جميل. هبدأ بواضح منطرب ما شاء الله، إن شاء الله دائما مبسوط. نبغى نبدأ معك جميل، جيل جديد وكمان وجوه جديدة. بس قبل ما رشا تفضل، قبل ما نبدا لفتني الخبر تبع العوامات الدولار. جميل، انا سكتت بالعافيه والله. منظمه الصحه العالميه فرضت فرضت منظمه الصحه العالميه على كل العالم يلبسوا هذا الدولاب، وتخيلي نحن وراجعين كلنا للشغل كل الموظفين زملائنا لابسين منه، بنشوفهم على الشاشه مهضوم وخفيف عشان نطبق مفهوم التباعد. طيب جميل، نرجع لأوريم. طبعا هذا مسلسل جيل جديد ووجوه كمان جديدة، إلى أي مدى هذا المسلسل لامس الشارع السعودي وقد إيش يعكس واقع الشارع السعودي؟ ياريت تقول لنا. أوريم فعلا حالة جديدة من الكوميديا، وأول مرة يمكن نحن بنتواجه مع جيل الشباب هو بيقدم حاله بهذه الطريقة بعيدا عن الأفكار المعلبة والقديمة التي كنا تعودنا عليها، إن كان الكوميديا بالخليج أو بالعالم العربي ككل. في كوميديا معروفة أنه دائما ما يعمل عليها، أحيانا بيكون الهزل، أحيانا كوميديا سوداء أو بيضاء أو إلى آخره، لكن اختاروا هالمجموعة من الشباب، وهني خاصة أنه ورشي كتبت هذا العمل، الإخراج، نوعية الصورة، الكادر اللي محطوط فيه المشهد واللي بيعتمد دائما على رياكشن له علاقة بتعابير الوجه من الفنانين المشاركين بهذا العمل، قدر يوصل هذا العمل لعدد كبير من الجمهور. في عدد طبعا ما تقبل هذا العمل ووجدوا انه غريب يعني عن المفاهيم السائده في مفهوم الكوميديا في العالم العربي وفي الخليج تحديدا او في السعوديه، لكن وجد جماهيريه كبيره لدرجه انه يعني النقاد رحبوا فيه بشكل كبير، وايضا بعض السياسيين في دول الخليج كمان ابدوا اعجابهم بهذه الطريقه، لانه مهما كان الموضوع كبير كان في قدره عند الممثلين اللي قدموا أوريم أنه يقدموا الفكرة ببساطة شديدة ويتعاملوا معها بدون أن يكون هناك يعني نوع من مثل ما بيقولوا أوفر يعني من بالعربي، فبدائما يأخذوا الفكرة ويقدموها ببساطة شديدة، يعني مثل بعض المشاهد لنقول مثلا هني طبعا هو سائق سيارة يومية بيطلع معه ركاب بيصير معه قصص من خلال السيارة، وفي صديق آخر اللي هو دائما يتبنى مشاريع بيسمع عنا بيحاول انه ينفذها، ان كان طبخ او ان كان فكره اليوم دارج كثير موضوع انه مثلا هيدي النوادي اللي بتعلم الناس الاسترخاء والحكي عن الذات بالطرق اللي تعاملوا فيها، فهني في سخريه انما سخريه ذكيه، في كوميديا قادره توصل لكل المستويات، بالاضافه انه هي تحاكي الجيل الجديد بتقنياته المتوفره وتقنياته الجديده اللي نحن يمكن شوي صرنا مش قادرين نلحق هذه التقنيات كأجيال أكبر منهم، إنما هن قدروا يعرفون عليها من خلال طريقتهم البسيطة والذكية بهذا المسلسل. طيب جميل، بما أن أنت قلت في الجيل الجديد، حتى لاحظنا في بعض أو مجمل الحلقات في مصطلحات متداولة يعني ما بين بعض بين الشباب، هل نجحوا في هذا الشيء في المسلسل يعني لاقى ترحيب، ولا حسوا أنه شوية خرج عن المعتاد يعني؟
شوفي لدرجة أنه يقبلوا ممثلين معروفين بالسعودية مثلا أنه يشاركوا معهم بالعمل، دليل أنه مقنع العمل، وخاصة هذه الفكرة لجيل جيل الكبار من الفنانين اللي هني معروفين واللي يمكن بيكونوا حساسين على اسمهم، دليل أنه اقتنعوا بهذا العمل وشافوا فيه شيء جديد وفرصة لهم أن يكونوا أقرب إلى جيل الشباب. أي نعم وجد شعبية كبيرة، وفي بعض الناس رفضوا العمل كليا، يعني في بعض التعليقات أنا تابعت على تويتر شو كتب عن المسلسل، في ناس رفضوا الفكرة، يعني هني غير قابلين للتجديد، وهذا ما يحدث حاليا مع أي فكرة جديدة، هناك عدد كبير يهاجم الفكرة وعدد آخر يستقبل الفكرة، وهذا يعود لمزاجية المشاهد أو أنه تعود. ما نحن صعب مرات يعني أي تطبيق جديد يجعلنا أمام أنه ما كنا ماشي حالنا، يعني نحن مبسوطين مش فيش داعي أن نتعرف على أشياء جديدة، لكن هون بقى تكمن الفرصة أن نعطي فرصة لهؤلاء الشباب كي ننتقل من حالة الكوميديا السائدة، وخاصة في بعض الكوميديا اللي تعتمد التهريج أو السخرية من الآخر أو اعتماد التنمر على مثلا على أشخاص معينين كي تجذب الضحكة، وهذا بعتقد صار من الماضي، يجب أن نخرج من هذه الحالة. طيب نعم يعني جميل، يعني في أقل من دقيقة لو تقولنا رأيك في سعد عبد العزيز، هو بطل العمل، كيف وجدت هذه الموهبة الشابة وأيضا تقبل الجمهور للسيتكوم؟ سعد رح يكون بعتقد أنا بالسنوات القادمة نجم عربي، لأنه عنده لغة بصرية من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون وفهمه للأمور وطريقة تفسيره للحركة أو للجملة اللي يريد أن يوصلها للجمهور، بعتقد هاي التقنية فيها مستوى عالي جدا مما يوازي الكوميديا اللي نراها بكل العالم، وهذا شيء ممتاز، وأرجو أن يتأثر جيل الشباب الجديد بهذا العمل كي نخرج من الأفكار المعلبة اللي تعودنا أن نشوفها ببعض الأحيان. أكيد طبعا، نود أن نشكر على وجودك معنا الزميل جميل ظاهر محرر الأخبار الفنية في العربية، شكرا. شكرا لكم.